بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. النهاردة بالتأكيد حلقة مهمة جدا، لأنها نستعرض آخر الاستعدادات الخاصة بفريق النادي الأهلي استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل في افتتاحية السوبر ليج، افتتاحية الدوري الأفريقي لكرة القدم، خاصة بعد انضمام الدوليين مساء اليوم لتدريبات النادي الأهلي بعد ختام الأجندة الدولية وأداء المباراة الودية الثانية مع منتخبنا الوطني بالأمس، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي مع المنتخب الجزائري الشقي. هنتكلم عن استعدادات الأهلي، جاهزية اللاعبين، عندنا أخبار جيدة جدا على مدى جاهزية عدد من اللاعبين الذين تعرضوا لبعض الإصابات في الفترة الأخيرة، كمان تواجد بيرسيتا وأليو ديانج في تدريبات الأهلي منذ الأمس. هنتكلم كمان على منتخبنا الوطني اللي أدى مباراة على المستوى الفني جيدة جدا في ظل أن الفترة الأخيرة كانت النتائج يعني ما كانش فيه ثقة ما بين جماهير الكرة المصرية مع المنتخب، ولكن امبارح رجعنا لذكريات بطولات الأمم الإفريقية والأداء الممتع لمنتخبنا، خاصة أنك بتلعب مع منتخب كبير أمام منتخب الجزائر الشقيق الحامل الكأس الأمم الإفريقية عام 2019، يعني نسخة قبل الماضية. حلقة النهاردة فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا، وهنتكلم على بعض الأمور اللي موجودة النهاردة في المواقع والسوشيال ميديا، ولكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم. وسؤال حلقة النهاردة، عايز أعرف توقعات حضراتكم لطرفي المباراة النهائية لبطولة الدوري الأفريقي في نسختها الأولى. تتوقعوا مين طرفي المباراة النهائية؟ لقاء الذهاب يوم 5 نوفمبر، لقاء الإياب يوم 11 نوفمبر. تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على سؤال التوقعات من خلال صفحات القناة على السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من توقعات حضراتكم ممكن المباراة تكون مين؟ هل الأهلي والوداد؟ هل ممكن الأهلي والترجي؟ أكيد طبعا كل التوقعات هتكون الأهلي طرف أول في هذا اللقاء، ولكن المواجهة الأخرى الوداد، الترجي، مازيمبي، إنيمبا، كل ده بالتأكيد هنعرفهم من توقعات حضراتكم، وهننتظر نشوف بقى البطولة بشكل رسمي في الأسابيع القليلة المقبلة. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الدوليون ينتظمون في مران الفريق اليوم. وفي الترند المحلي، إيقاف الدوري 2 يناير استعدادا لأمم إفريقيا. وفي الترند العالمي، رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع البرتغال. كريستيانو رونالدو يمكن في المباراة الأخيرة مع منتخب البرتغال كسر رقم 200 مباراة دولية مع منتخب البرتغال، رقم قياسي جدا لكريستيانو رونالدو اللي عامل يعني أرقام تاريخية رغم خروجه من الدوريات الأوروبية وانتقاله من ريال مدريد إلى الدوري السعودي، ولكن يبقى كريستيانو أحد أبرز اللاعبين اللي موجودين في الكرة العالمية خلال آخر 20 سنة مع ليونيل ميسي. دي كانت بداية مهمة جدا وأبرز عناوين حلقة النهاردة. نخرج إلى فاصل ثم نواصل. أهلا بحضراتكم من جديد. طيب هنتكلم على منتخبنا الوطني. أول حاجة لازم نبدأ بيها منتخبنا الوطني اللي قدر امبارح يعمل أداء قبل النتيجة، لأن النتيجة كانت ممكن تخلص 2-0 لمنتخبنا، كان ممكن المنتخب يحافظ على نتيجة بهدف مقابل لا شيء، ولكن الأداء الفني اللي لعب بيه امبارح منتخبنا رغم حالة الطرد اللي حصلت في الدقائق الأولى من الشوط الأول، بعد حوالي 30 دقيقة من الشوط الأول طرد محمد هاني، والمنتخب لعب ما يقرب من حوالي ساعة، ربع ساعة من الشوط الأول و45 دقيقة الشوط الثاني غير الوقت الضايع، فبنتكلم على يعني اختبارات جيدة جدا للجهاز الفني وللاعبين، خاصة انك بتلعب مع منافس قوي جدا. انا بتكلم على الجزائر حاملة لقب كأس الأمم 2019، منتخب ليه باع طويل جدا، كلنا عارفين الدربيات اللي ما بين مصر والجزائر في السنوات الأخيرة، فكانت مباراة على المستوى الفني استفاد بيها منتخبنا بشكل كويس قوي. كمان الملحمة الجماهيرية اللي كانت موجودة امبارح في الملعب، الجماهير المصرية بجوار الجماهير الجزائرية، ده شيء كان مميز جدا، شيء عجبنا كلنا. الحالة اللي كانت في أرضية الملعب، الحماس، الندية، دي كانت نقطة مهمة جدا. ما هي المباريات دي فيها عناصر كده بتختارها وتشوفها هل حصلت ولا ما حصلتش عشان تقدر تحكم على التجربة. الروح المعنوية، الحالة الفنية، مدى استعداد اللاعبين، كمان العناصر اللي ظهرت في ماتش زامبيا بمستوى لا يليق سواء بأدائها أو بأداء المنتخب، هل تقارن نفس المشهد في لقاء الجزائر ولا لا؟ الحمد لله الصورة اختلفت تماما في مباراة الجزائر، ولكن يبقى حاجة واحدة فضلت ثابتة سواء في مباراة زامبيا أو مباراة الجزائر، هو محمد الشناوي، السد العالي لمنتخبنا الوطني وللنادي الأهلي.
أبرز لاعب ظهر في منتخبنا الوطني خلال هذا المعسكر كان محمد الشناوي. ظهر بشكل كويس جدا. التصديات اللي عملها في مباراة زامبيا والجزائر تحط الشناوي في مسافة بعيدة تماما عن أقرب المنافسين ليه. وأعتقد المنتخب الفترة اللي جاية محتاج يدور شوية في موضوع حراس المرمى عشان يبقى فيه حد قريب شوية من مستوى الشناوي، لأن المستوى لا فيه فجوة بعيدة ما بين الحارس الأول والحراس اللي بعد الشناوي في منتخبنا الوطني. دي نقطة مهمة جدا. الهدف اللي مني مرمى منتخبنا الوطني بالأمس على فكرة شناوي تصدى ليه، ولكن طبعا يعني المسافة كانت ضيقة جدا وضربة الرأس كانت قوية جدا، ولكن الشناوي تعامل معاها أنا شايفها بشكل كويس قوي. طبعا الأخطاء الدفاعية كانت موجودة، ولكن الشناوي من أبرز اللاعبين اللي ظهروا وتألقوا مع المنتخب في هذه الأجندة. ومباراة الجزائر أعتقد فرصة طيبة جدا لروي فيتوري عشان يبدأ يحكم على بعض العناصر في الفترة اللي جاية. وجود حجازي رغم ان هو طبعا لسه قدامه فتره على ما يجهز ويشارك في المباريات والتدريبات، انا شايف حاجه كويسه قوي ان يكون موجود مع منتخبنا دلوقتي عشان يبدا يجهز الفتره اللي جايه، عشان ان شاء الله باذن الله في امل ولو بنسبه معينه ان ممكن يكون موجود مع منتخبنا في كاس الامم الافريقيه. امبارح صلاح بذكاء صلاح قدر يتحكم في ايقاع المباراه. الفرص اللي اتيحت ليه ما كانتش كتير، ورغم انه اتيحت ليه فرصه او اتنين لكن قدر يكون ايجابي اكتر على المرمى. عمل امبارح ثرو باس رائع جدا لعمر مرموش، يمكن عمر ما تعاملش مع الهجمه بشكل كويس، ولكن النقطه الايجابيه ان امبارح صلاح قدر يتحكم في ايقاع المباراه في ظل ان الحاله البدنيه كان في ضغط قوي جدا من منتخب الجزائر في اول ثلث ساعه على منتخبنا الوطني. وهنا خبرات اللاعب الكبير اللي محتاجين نشوفه الفتره الجايه افضل من اللي فات زي محمد صلاح. التغييرات على فكره رغم ان كان فيها تغييرات اضطراريه، رغم ان كانت التغييرات اضطراريه في بعض الاحيان، ولكن في تغييرات ما كناش فاهمين يعني اسبابها ايه او تغييرات ايه. يعني خروج علي جبر ونزول ياسر ابراهيم ده تغيير اضطراري بسبب اصابه علي جبر. خروج احمد سيد زيزو كان تغيير اضطراري اوكي نتيجه حاله الطرد اللي تعرض لها منتخبنا في الشوط الاول وخروج محمد هاني، ولكن انا كان نفسي اشوف حسين الشحات من بدري، كان نفسي اتفرج على حسين الشحات من بدري. تريزيجيه كان ماشي بشكل كويس جدا، تغييره انا شايفه ما كانش ليه اهميه. خروج مصطفى محمد هل معنى كده ان انت ما عندكش راس حربه بديل في منتخبنا الوطني؟ وده يخلينا نسال سؤال، طب ليه ما ضمش كهربا؟ يعني امبارح لما خرج مصطفى محمد مين راس الحربه البديل اللي نزل؟ ما شفتش راس حربه بديل. انا شفت عمر مرموش، شفت حسين الشحات، شفت محمد صلاح دخل في القلب، وبالتالي ما بقاش فيه راس حربه اساسي. هل منتخبنا بيحتاج راس حربه الفتره الجايه؟ اعتقد فيتوريا شاف الجزئيه دي وهيشوف المنتخب محتاج ايه الفتره اللي جايه. المنتخب محتاج بخلاف تصفيات نوفمبر، تصفيات كاس العالم، ماتش جيبوتي سيراليون، منتخبنا محتاج 3 4 مباريات على فكره على اعلى مستوى. يعني الفتره اللي جايه انا عارف ان المنتخب هيبدا استعداداته من 2 يناير، ولكن منتخبنا محتاج 3 4 مباريات على اعلى مستوى عشان لما يدخل كاس الامم يكون جاهز للوصول للمراحل النهائيه. لان المنتخب محتاج تجانس اكتر، محتاج انسجام اكتر، محتاج انضمام لاعبين اخرين، محتاج انضمام لاعبين اخرين. عموما نتمنى التوفيق يا رب لمنتخبنا، كلنا بالتاكيد في ظهر منتخبنا، دي بلدنا، فان شاء الله الفتره اللي جايه هيكون السبوت اعلى على منتخبنا لما نقرب من كاس الامم الافريقيه. طيب هبدا اتكلم على الاهلي، بس هربط ما بين منتخبنا والاهلي في نقطه. اولا التدريب النهارده كان المفروض حوالي الساعه 6، تم تاجيله للساعه 8 مساء. الناس تقول لي ليه بالليل قوي متاخر كده؟ لان منتخبنا الوطني المفروض في هذه اللحظات المفروض هيصل مطال القاهره الدولي، وبالتالي كولر او وصلت الطياره دلوقتي، فكولر فضل ان يكون التمرين متاخر شويه عشان اللاعيبه الدوليه تيجي من المطار على ملعب مختار التتش. احنا بنتكلم في حوالي 7 لعيبه، بنتكلم في الشناوي، محمد عبد المنعم، محمد هاني، بنتكلم كمان على احمد نبيل كوكا، حسين الشحات، يعني عدد من اللاعبين اللي كانوا موجودين في منتخبنا الوطني 7 لعيبه. لسه طبعا حمزه علاء مع منتخب الاولمبي كان بيلعب امبارح في اوزبكستان. علي معلول النهارده كان موجود مع تونس، ما لعبش مباراه تونس واليابان. كنت اتمنى طبعا طالما جلال القدر مش هيمنح علي معلول فرصه المشاركه كان يسافر ويجي بدري، ولكن عموما هو موجود في اليابان وهيصل ان شاء الله الى تنزانيا قبل وصول الاهلي بحوالي 2 3 ساعات. ولكن انا عايز اتكلم على فكره التدريب. التدريب النهارده كان بدري شويه حوالي الساعه 5 6، اتاجل ل 8 عشان لعيبه المنتخب توصل لملعب التتش، واكيد هيكون في اجتماع مع مارسيل كولر على طول، يبقى في تدريب استشفاء، بكره تدريب اخير لان بكره السفر ان شاء الله الى تنزانيا.
طيب ده جانب متعلق بميعاد تدريب النهارده، وليه اتاخر ميعاد التمرين عشان لعيبه الاهلي في المنتخب لما توصل القاهره تطلع من المطار على ملعب مختار التتش في الجزيره ويكون في اجتماع مع مارسيل كولر، لان الوقت ضيق جدا مفيش مساحه وقت. انت الطبيعي كنت تسافر تنزانيا النهارده، اجلت سفرك لبكره عشان على الاقل لما تسافر تكون معاك معظم العناصر الاساسيه اللي هتدفع بيها في مباراه سيمبا التنزاني. جانب تاني وده تاكيدا لان احنا قلناه هنا في برنامج الترند وناس كتير ما كانتش مستوعبه اللي احنا قلناه، احنا قلنا علي معلول هيصل الى تنزانيا قبل بعثه الاهلي بحوالي ساعتين ثلاثه، وقلنا ان اليو جانج عنده مشكله وممكن ما ينضمش لمنتخب مالي في البرتغال. قدامكم على الشاشه دي لقطه امبارح في التدريب لاليو جانج، هي لقطه هزار شويه، اللعيبه كانت بترحب باليو جانج لان اليو جانج سافر مع منتخب مالي لغايه المغرب، ولكن كان عنده مشكله في التاشيره عشان يسافر على البرتغال يلعب مع مالي امام السعوديه. وتاكيدا لكلامنا امبارح اهو كان موجود اليو جانج، يمكن ما قعدش في المغرب اكتر من 24 ساعه، الاجراءات كانت صعبه على الاتحاد المالي، فعلى طول رجع على القاهره عشان ينضم مع النادي الاهلي. اذا اللي احنا قلناه الفتره اللي فاتت زي ما انتم شايفين على الشاشه موجود امام حضراتكم وجود اليو جانج في التدريب امبارح، دي لقطات من تدريب امس على فكره، دي لقطات من تدريب امس. كمان بيرسي تاو عنده ظروف شخصيه، عنده ظروف شخصيه منعته ان هو يلعب مع منتخب جنوب افريقيا في الاجنده الحاليه. الكلام على فكره ان في قلق وفي زعل في اتحاد جنوب افريقيا وفي غضب من هوكو بروس، الكلام ده كله عاري تمام من الصحه على فكره، الناس بس بتحب تضخم شويه اي مشكله او اي موضوع له علاقه بلاعب في النادي الاهلي، ولكن بكل بساطه اتحاد جنوب افريقيا شاف ان في ظروف شخصيه تمنع بيرسي تاون يكون موجود معاهم حاليا في اجنده شهر 10 وموجود حاليا في تدريبات النادي الاهلي. نتمنى يا رب ان شاء الله يكون بيرسي تاو، مش بتكلم على الجاهزيه الفنيه والبدنيه، هو جاهز ان شاء الله، ولكن بتكلم على الحاله المعنويه، الظروف الشخصيه اللي عند بيرسي تاو، نتمنى يا رب ان شاء الله ما تكونش سبب في عدم مشاركته في لقاء سيمبا، ونتمنى ان شاء الله تكون الامور دي اتحلت عشان يتواجد مع البعثه. احنا كل الامور دي اكيد بنتكلم فيها، ولكن دون الخوض في التفاصيل عندنا مدير كوره يمكن متابع بشكل كويس جدا كابتن خالد بيبو لكل هذه التفاصيل مع بيرسي تاو مع اليو ديانج. يمكن مجرد ما اليو ديانج وجد صعوبه في اللحاق بالبعثه على طول كان في اتصال مع كابتن خالد بيبو، في ظرف ساعه اتوفرت تذكره طيران لاليو ديانج من كازابلانكا للقاهره، رجع على طول في نفس اليوم وانضم للتدريبات. طيب الجزئيه الثانيه المتعلقه بحاله المصابين، احنا بنتكلم على قائمه الاهلي في السوبر ليج فيها 30 لاعب، امبارح وانا بستعرض القائمه الرسميه احنا بنتكلم على حوالي 5-6 لعيبه مش عارفين ظروفهم ممكن يلحقوا الماتش ولا لا. على فكره سواء سافروا او ما سافروش كده كده قائمه الاهلي في المباراه هتبقى 23 لاعب، فال 23 متاحين، ولكن كل ما يكون عندك عناصر اساسيه موجوده مع كولر كل ما تدي فرصه للجهاز الفني ان يكون عنده على الدكه عناصر جيده يقدر يدفع بيها في المباراه. احنا اتكلمنا على ديانج وبيرسي تاو وفي التدريب قدامكم تدريب الامس كانوا موجودين. طيب ربيعه، صلاح محسن، السوليه، متولي، كريم، فؤاد، السته موقفهم ايه؟ امبارح في التدريب ودي لقطات هنستعرضها تاني مع حضراتكم عشان تطمنوا، احنا مش بنتكلم كلام مرسل، لما بنتكلم معلومه بمستند. ايه هو المستند؟ التدريب. تدريب امبارح شفنا رامي ربيعه كان موجود في التدريب الجماعي، شفنا امبارح صلاح محسن نزل في التدريب الجماعي، شفنا امبارح كريم نيدفيد كان موجود في التدريبات الجماعيه، وفي التدريبات الفرديه كان كريم فؤاد بيجري مع حراس المرمى مصطفى شوبير مصطفى مخلوف، وتم تصعيد 2 من حراس قطاع الناشئين. كمان امام عاشور قدامكم على الشاشه اهو، كريم فؤاد، وقدامكم على الشاشه كمان اليو ديانج، امام عاشور. وامام عاشور امبارح الحمد لله شارك في التدريبات الجماعيه بشكل كامل، امام عاشور جاهز باذن الله لمباراه سيمبا التنزانيه. قدامكم اهو كريم فؤاد في التدريبات الفرديه، طبعا التدريبات الفرديه دي ده بعيدا عن المران الجماعي والتقسيمه، ودي بدايه البرنامج التاهيلي، فكريم يبدو لسه قدامه شويه وقت صعب جدا يلحق مباراه سيمبا. الترحيب باليو ديانج، قدامكم طبعا بيرسي تاو وانتوني مودست في المران الجماعي، رامي ربيعه كمان، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس، قدامكم طبعا معظم اللاعبين، امام عاشور في المران الجماعي، نقدر نقول رامي ربيعه الحمد لله موجود، نقدر نقول كريم نيدفيد، اكرم توفيق، كل العناصر هي قدامكم في المران الجماعي مع كمان محمود عبد المنعم كهربا، احمد عبد القادر، ان شاء الله باذن الله يكون الفريق جاهز لمباراه يعني سيمبا التنزاني. طيب النقطه الثانيه كمان اللي عايز اتكلم عليها انتوني مودست،
كلام كتير قوي يا جماعه في السوشيال ميديا وفي المواقع على لاعب لسه منضم للنادي الاهلي. انا في انديه منافسه دون ذكر الاسماء، يعني انا بحبش اتكلم كتير على انديه منافسه او على شغل ناس تانية، ولكن في لعيبه عدى دوري كامل ما نزلتش الملعب، ولو نزلت الملعب لعبت دقايق، ربع ساعه، نص ساعه، شوط، ومحدش اتكلم عليها لكن في لاعب في النادي الاهلي لسه منضم الشهر اللي فات، ما كملش ماتشين ثلاثه، والكلام يوميا، جاهز، لا مش جاهز، مش هيفيد الاهلي، ده كولر عايز يمشيه، كولر اللي اختاره هو اللي عايز يمشيه. تخيلوا وصل بينا الحال الى مرحله ان احنا كمان ما بنشغلش دماغنا. احنا لما بنخاطب المشاهد او لما بنخاطب القارئ، لما بنكتب خبر، لازم وانت بتكتب لازم تحترم عقليه المشاهد او عقليه القارئ. مش منطقي ابدا انك تتكلم على لعيب لسه جاي بقاله ماتشين ثلاثه انه هيقعد ولا هيمشي، مش منطقي اطلاقا. الحاجه الثانيه كمان، مش منطقي اطلاقا تتكلم على لعيبه ممكن تيجي واحنا لسه في شهر 10. طب اقول لكم على مفاجاه قبل ما اروح للتدريب واشوف استعدادات الاهلي للتدريب، مفيش اي اجتماعات حاليا للجنه التخطيط مع مارسيل كولر ولا للكابتن محمود الخطيب مع مارسيل كولر. ليه؟ لان الاهلي مقبل على بطوله خلاص هتبدا بعد 72 ساعه، ماتش الجمعه اللي جايه، وكل 72 ساعه مباراه. فمبدئيا كده لا في اجتماعات لجنه التخطيط ولا في اجتماعات مع كولر لحين الانتهاء من مسابقه الدوري الافريقي. اصبروا شويه، نخلص ان شاء الله الدوري الافريقي باذن الله يا رب 11 نوفمبر، وابداوا واستعدوا وجهزوا الانتقالات يناير والصفقات والراحلين واعملوا اللي انتوا عايزينه، بس سيبوا الفرقه شويه تركز الاسبوعين ثلاثه الجايين عشان عندنا بطوله مهمه جدا. اولا الكابتن محمود الخطيب في رحله علاجيه، نتمنى له يا رب السلامه باذن الله الفتره اللي جايه، فمش موجود في القاهره. مارسيل كولر تركيزه كله على الدوري الافريقي، لجنه التخطيط مفيش اجتماعات عشان الفريق مركز في بطوله مهمه جدا. منين بقى فكره تجديد عقود لعيبه، لاعبين راحلين، صفقات جديده؟ كلام مش منطقي. فانا بتكلم على مودست وبتكلم على تفاصيل متعلقه بملفات محدش اصلا بيناقشها دلوقتي، ولكن بتتناقش بس على السوشيال ميديا وعلى المواقع. عموما دي كانت نقطه مهمه جدا، لازم نكلم جمهورنا ونعرفه اللي بيحصل، عشان انا عارف الكلام كتير، مش عايز اقول الهري كتير ببلاغه السوشيال ميديا، ولكن الكلام كتير قوي على السوشيال ميديا. طيب، تدريب الاهلي اللي النهارده اصبح الساعه 8 مساء لحين وصول لاعبي النادي الاهلي الى ملعب مختار التيش، عشان في اجتماع هيعقد مارسيل كولر جلسه مع اللاعبين، وفي تدريب استشفائي، وفي تفاصيل اكتر بالتاكيد هنروح مباشره الى زميلنا محمد توفيق في مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نعرف منه اخر الاخبار من ملعب التتش. توفيق، مساء الفل. مساء الخير زميل عزيز محمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اخر الاخبار عندك، انا اتكلمت على فكره عوده الدوليين النهارده زي دلوقتي، يعني خلاص وصلوا مطار القاهره والتمرين اتاجل للساعه 8 عشان هيبقى في اجتماع وجلسه مع اللاعبين الدوليين، ولكن بما انك بقى في مسرح الاحداث في ملعب التتش، الجهاز الفني بيستعد ازاي لماتش سيمبا؟ انا اتكلمت على المصابين والعائدين، القايمه ممكن تكون تم تحضيرها ولا لا؟ كمان في رحله النهارده مساء اليوم للكابتن خالد بيبو والكابتن سمير عدلي مع شيف هيكون موجود لتحضير الاكل والطعام للفريق في رحله تنزانيا، فكل الاخبار بالتاكيد من خلالك، لو عندك تفاصيل بقى وكواليس تقدر تشرحها لنا. بالفعل محمد، زي ما ذكرت يمكن الفريق بقاله النهارده اليوم الثالث للاعداد لمباراه مهمه وبطوله مهمه زي ما انت قلت، يمكن بطوله مضغوطه جدا زي ما انت شايف، بتتكلم كل 72 ساعه مباراه داخليا وخارجيا، فاعتقد الامور صعبه جدا، ولكن الجهاز الفني يمكن يستعد لها زي ما قلنا، النده راحه سلبيه بعد مباراه الاسماعيلي ومن بعدها على طول التدريبات مواصلتها. يمكن الحمد لله الاخبار كلها جيده من عوده عدد كبير من المصابين زي ما ذكرت واتكلمت، وكمان ان شاء الله النهارده تكتمل الاخبار السعيده بعوده الدوليين باذن الله. ان شاء الله الجهاز الفني والطب يطمن عليهم ان كلهم راجعين في مستوى بدني وفني يكون كويس، ويتم الاطمئنان عليهم من خلال التدريب النهارده وكمان تدريب بكره ان شاء الله اللي هيكون قبل السفر، وان كان لسه يعني ميعاد السفر تحديدا بالتحديد لم يحدد او لم يعلن حتى الان،
ولكن اكيد طبعا الجهاز الفني بالتعاون ما بين كابتن خالد بيبو والاجهزه الاداريه في النادي الاهلي انتهوا من كل هذه الاجراءات. وزي ما انت اتكلمت يا محمد، كعاده النادي الاهلي دائما ما بتسيبش حاجه للظروف، كل حاجه مخطط ليها. زي ما انت ذكرت كابتن خالد بيبو هيكون هو كابتن سمير عدلي والشيف الخاص بالنادي الاهلي قبل الفريق، هيسافروا قبلها بيوم كمان. يمكن الجهاز الطبي والدكتور احمد جاب الله كان في طبعا تطعيمات جديده للاعبي النادي الاهلي، كان في عدد كبير من اللاعبين بقاله فتره ما سافرش افريقيا، او كمان يمكن السفريات في افريقيا جوه شويه والاماكن اللي فيها امراض خطيره زي الملاريا والحاجات دي محمد، يمكن النادي الاهلي كان بعيد عنها الفتره اللي فاتت. ولكن طبعا كحرص الجهاز الفني اللي يعني بيعد سجل طبي كامل لكل لاعب على حده بالتطعيمات اللي اخذها بحالته المرضيه والصحيه بشكل عام، فالحمد لله ده كمان جزء ده تم يعني مراعاته. عايز اقول لك كمان ان شاء الله هيكون في زي خاص لفريق النادي الاهلي هيظهر بيه باذن الله خلال رحلته لتنزانيا واولى مباريات الدوري الافريقي. وطبعا كده حضرتك يعني انت عارف يا محمد البطوله وكل كواليسها، وان ده هيكون مباراه الافتتاح كمان مش مباراه عاديه في البطوله، وليها تجهيزات كبيره جدا في تنزانيا من حضور جماهيري واعداد سواء من الاتحاد الافريقي او الشرقه الايطاليه كمان المنظمه البطوله. باذن الله تبقى بدايه قويه واكتمال عقد الفريق النهارده بوصول الدوليين، وان شاء الله يكون الفريق كله بشكل كامل، وباذن الله بكره يسافر وهو كامل، وان شاء الله يكون قوامه الاساسي كله موجود باذن الله رب العالمين، وان شاء الله تبقى بدايه موفقه. يعني نبدا العد بقى محمد، يمكن وصلنا للعدد 11 الحمد لله في بطوله افريقيا دوري الابطال، ان شاء الله نبدا العد في بطوله مستحدثه، وباذن الله تكون بدايه خير للنادي الاهلي باذن الله رب العالمين. تمام يا توفيق. طيب جزئيه ثانيه، يمكن هو طبعا السفر بكره ان شاء الله، يمكن تحدد اليوم اللي هيسافر فيه فريق بكره، لكن الميعاد التدريب امتى بكره لسه مش محدد. طبعا لما تيجي لمجموعه اللاعبين الدوليين لسه الجهاز الفني هيشوف ممكن يعمل التدريب الصبح بدري، ياخر التدريب لبعد الظهر، لان اكيد في رحله سفر حوالي من 5 ساعات الى 5 ساعات ونصف الى تنزانيا. فعموما الفريق هيتمرن بكره ويعمل كل استعداداته بكره في ملعب التتش، يعني انت مجرد السفر بس للمبيت في تنزانيا وتتمرن ليله المباراه على الملعب الرئيسي، دي جزئيه صح كده؟ بالفعل يا محمد، يمكن الفريق زي ما قلت لك الدوليين هيخوضوا تدريبهم النهارده مع الفريق، وبكره ان شاء الله هيكون في حصه تدريبيه اخرى، يعني زي النظام اللي احنا متعودين عليه دايما يا محمد يوم السفر، وبقى التدريب قبل السفر تقريبا ب4 ساعات، اللعيبه بتتدرب هنا بتناول وجبه الغداء او الفطار على حسب التوقيت اللي هيسافروا فيه في النادي، وبعد كده بيتحركوا مباشره لمطار القاهره الاستقلال للطائره. زي ما انت قلت رحله الطيران هتكون طويله جدا، فالجهاز الفني بيبقى حريص انه يؤدي التمرين قبل السفر، ويتبقى بس زي ما انت قلت تمرينه واحده بس على ملعب المباراه، دي هتكون بإذن الله يوم الخميس. البطولة صعبة وكل يعني توقيتاتها أو كمان مدة السفر صعبة، ولكن أعتقد النادي الأهلي قادر بإذن الله على حسمها، وزي ما نقول دي بطولة مستحدثة، وكان لازم النادي الأهلي يكون موجود بيها بقيمته وقامته في أفريقيا، وأن هو سيد أسياد أفريقيا ب11 لقب إفريقي، وطبعا ألقاب متعددة جدا سواء في بطولة أبطال الكأس أو كمان لقب في الكونفدرالية وبطولة السوبر أفريقيا. طيب سؤال أخير يا محمد، بما أنك التقيت بالجهاز الطبي، يعني نحسم بشكل رسمي إن شاء الله جاهزية رامي ربيعة، جاهزية إمام عاشور، لو في أسماء أخرى نقدر نقولها ونطمن جمهورنا بإذن الله قبل السفر بكرة. زي ما انت ذكرت كده محمد، رامي ربيعه الحمد لله موجود، شارك في التدريبات الجماعيه اول امس وبالامس، وان شاء الله موجود النهارده وفي تدريب بكره. كمان صلاح محسن عاد بشكل تام جدا، مشارك برده لمده 3 ايام في التدريبات الجماعيه. كريم نيدفيد موجود وبشارك في التدريبات. عمرو السوليه، محمود متولي دخلوا في مرحله جديده من برنامجهم التاهيلي والعلاجي، واتعمل لهم قياسات طبيه، وان شاء الله قريبا جدا يكونوا موجودين مع الفريق. كريم فؤاد كمان بدا الجري حوالين الملعب، ان شاء الله قريب يخش في التدريبات مع بقيه زمايله. امام عاشور بالتحديد بما انك ذكرته، امبارح لما اتكلمت مع الجهاز الطبي قال احنا قافلين خالص ملف امام عاشور، مش هنتكلم فيه، لسه ما فيش اي حاجه باينه خالص، الملف كله يعني ما بين دكتور احمد جد الله وما بين مارسيل كولر هم الوحيدين اللي ليهم الحق في التحدث فيه، والموضوع بينهم في سريه تامه، فيمكن ما نقدرش نتكلم ونقول ايه اللي بيتم او ايه اللي حصل امام عاشور، ولكن بشكل كبير جدا زي ما قلت لك الملف مقفول ما بين مستر مارسيل كولر وما بين دكتور احمد جد الله، وان شاء الله يا رب خير، وباذن الله الفريق يعني يكون موجود كل اللاعبين موجوده تؤدي بشكل كويس، وباذن الله يكون العقد مكتمل، وباذن الله محمد تكون ضربه بدايه قويه، وان شاء الله النادي الاهلي يكون حامل لقب اول بطوله من هذه البطوله المستحدثه، ويبقى دائما كعهده سيد اسياد افريقيا يبدا دائما رقم واحد باذن الله رب العالمين. باذن الله. الزميل العزيز محمد توفيق بشكرك شكرا جزيلا من ملعب مختار التتش بالجزيره على كل هذه المعلومات والايضاحات الخاصه باستعدادات الاهلي الى تنزانيا لمواجهه سيمبا ان شاء الله يوم الجمعه المقبل. قبل ما اطلع لفاصل، ماتش العودة إن شاء الله زي النهاردة التلات اللي جاي على استاد القاهرة الدولي، وكلنا عارفين شرط أساسي من شركة الدوري الإفريقي
اللي بتنظم مسألة إقامة المباريات، إن بإذن الله إن شاء الله كل الملاعب الحضور الجماهيري فيها هيبقى بنسبة كبيرة جدا. مباراة الافتتاح بحضور 60,000، لقاء العودة بإذن الله يمكن طلبات الشركة الإيطالية من اتحاد الكورة، وده خطاب اتبعت من حوالي 2-3 أسابيع لاتحاد الكورة موجه للسيد وليد العطار المدير التنفيذي بحضور الساعة الكاملة في مباراة الأهلي على استاد القاهرة. لقاء العودة أمام سيمبا يوم 24 أكتوبر، لقاء العودة أمام الفائز من صن داونز وبتر أتلتيكو يوم 1 نوفمبر، والمباراة النهائية إن شاء الله في حالة تأهل يوم 11 نوفمبر. معلوماتي إن في اجتماع حاليا بخصوص الإجراءات والترتيبات الخاصة بمباراة الثلاثاء المقبل، الحضور الجماهيري، فتح أبواب الاستاد، وصول الفريقين، كل الترتيبات الخاصة في إقامة لقاء الأهلي وسيمبا على استاد القاهرة يوم الثلاثاء المقبل. الاجتماع بيشهد حضور مسؤولين من اتحاد الكرة، مسؤولين في النادي الأهلي، مسؤولين في استاد القاهرة الدولي، وكمان الجهات الأمنية لبحث كل التفاصيل المتعلقة بهذه المباراة اللي فيها نقطة جديدة شوية علينا. الماتش هيتلعب في وسط الأسبوع الساعة 5 في بطولة إفريقية، وده ما حصلش منذ سنوات طويلة، فبالتأكيد ليها ترتيبات وليها إجراءات. أكيد إن شاء الله بعد الاجتماع خلال الاجتماع لما يخلص تطلع عليه نتائج بكرة أو بعده نقدر نبلغ حضراتكم بكل التفاصيل، ولكن إن شاء الله بدأ من اليوم الاجتماعات والترتيبات الخاصة بمباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل. كمان نقطة تانية مهمة ليها علاقة بقى بالتذاكر، هتطرح إمتى ساعة التذاكر أو عدد الجماهير اللي هتحضر المباراة الرسمية، العدد الرسمي اللي هيتفق عليه، كل ده هيتحدد أكيد بعد اجتماع النهاردة عشان نعرف يوم الثلاثاء المقبل كل الإجراءات المتعلقة بحضور الجماهير وحضور كبار الضيوف وكبار الشخصيات. خدوا بالكم على فكرة في مباراة الدوري الإفريقي الشركة الإيطالية لها نسبة معينة من التذاكر في درجات مختلفة، أبرزهم الفي آي بي والفي في آي بي. يعني هديكم على سبيل المثال ماتش الافتتاح يوم الجمعة اللي جاية في تنزانيا، أبرز الحضور من رجال الفيفا أرسن فينجر المدرب الفرنسي الشهير اللي كان بيتولى أرسنال في عديد من البطولات وسنوات عديدة جدا، هيكون على رأس الحاضرين لمباراة افتتاح الدوري الإفريقي في توجيه دعوة لعدد من نجوم الكرة العالمية من خلال الاتحاد الدولي. فهنشوف نجوم الكرة الأوروبية والعالمية هيحضروا مباريات الدوري الإفريقي، مش ماتش الافتتاح بس، ماتش الافتتاح وباقي مباريات البطولة. عشان كده في ترتيبات كبيرة جدا ومهمة جدا. وشكل استاد القاهرة يوم الثلاثاء المقبل على فكرة هتلاقوا فيه شكل مختلف، سواء في وضع البنرات والإعلانات الـ AFL للدوري الإفريقي، شكل ماسورة الإعلام، مدخل وماسورة الـ VIP والـ VVIP، اللون الأحمر للكراسي اللي هتكون موجودة في الماسورة الأمامية هيدي شكل مختلف، لأن الشركة عايزة توضح إن ده استاد النادي الأهلي أثناء مباريات الدوري الإفريقي. فده اجتماع وتفاصيل كان لازم أتكلم عليها النهاردة قبل ما تطلع نتائجها عشان نقول لحضراتكم إيه اللي بيتم لماتش الثلاثاء اللي جاي إن شاء الله الثلاثاء اللي جاي في الدوري الإفريقي، مباراة الإياب مع سيمبا التنزاني. استعدادا لمباراة سيمبا ينطلق نصر الأهلي. طيب النهاردة السوشيال ميديا فيها تفاصيل وكلام كتير جدا بخصوص بعض الأخبار المتعلقة برحلة تنزانيا منتخبنا الوطني والترند العالمي. نطلع نتابع كل التفاصيل دي في آخر أخبار الترند. أهلا بحضراتكم من جديد وآخر أخبار الترند، والبداية هتكون مع ترند الأهلي. عندنا كلام كتير جدا في الترند النهاردة، والترند الأهلي البداية من الوطن الرياضي. الأهلي ينهي إجراءات سفر إمام عاشور وقرار كولر يحسم مشاركته. أولا طبعا فكرة إجراءات سفر لاعب في الرحلات الإفريقية ما بتبقاش متوقفة على هو جاهز ولا مش جاهز، إن أولا الجهاز الإداري لما بيشتغل على رحلة بيشتغل على تجهيز تأشيرات كل عناصر الفريق، من جهاز فني، جهاز إداري، جهاز طبي، لاعبين. واللاعبين أنت بتتكلم مش على اللعيبة اللي هتلعب الماتش، بتتكلم على القايمة بالكامل ال 30 لاعب. ساعتها بعد ما يعمل قايمة ال 30 لاعب ويجهز التأشيرات الجهاز الفني يختار. لكن فكرة إن الأهلي أنهى إجراءات سفر إمام عاشور كحالة خاصة ده مش حقيقي ومش موجود. الأهلي أنهى إجراءات سفر البعثة بالكامل لرحلة تنزانيا. وزدكم من الشعر بيت، بعد ما تعدي مباراة سيمبا عندك مرحلة الدور نصف النهائي بإذن الله. كمان الجهاز الإداري اشتغل وحضر التأشيرات المتعلقة برحلة جنوب إفريقيا أو أنجولا، سواء هتلاعب صن داونز أو بيترو أتلتيكو إن شاء الله لما تتخطى عقبة سيمبا التنزاني. فالأمور بتشتغل على نطاق أوسع من كده، مش على فكرة أنت بتحضر تأشيرة لاعب بس في حالة جاهزيته للفترة اللي جاية. وعموما هو القرار الفني بيرجع في النهاية لمارسيل كولر في اصطحاب اللاعبين للمباراة.
طيب كوره 11 بيقولوا ان بسبب كثره الاصابات تقارير صحفيه تكشف عن انتظار لاعب فريق الاهلي وصول عرض من احد الانديه الاماراتيه للرحيل عن القلعه الحمراء في ميركاتو الصيف القادم. مين طيب؟ بيتكلموا هنا تقارير عن عمرو السوليه، وبيقولوا ان السوليه بيدرس الرحيل نهايه الموسم لخوض تجربه احتراف في الامارات. الكلام ده على فكره غير صحيح، وكلام كتير قوي بيتقال في الفتره الحاليه على عدد من اللعيبه ممكن الجهاز الفني يستغنى عنهم في يناير. وانا باكد لحضراتكم تاني، مفيش اجتماعات في هذا الشان ولا في ترتيبات في مساله تدعيمات وصفقات او عرض لاعبين في الفتره الحاليه انتظارا لختام مسابقه الدوري الافريقي اللي هتنطلق بعد 72 ساعه. مش منطقي ان المواقع والصحف او اي برنامج يتكلم على راحلين وتدعيمات وصفقات في توقيت الجهاز الفني بيركز في بطوله هيلعب فيها ان شاء الله باذن الله 6 ماتشات في 21 يوم. فمش معقول هيحضر الانتقالات بعدها بشهرين ثلاثه وهو في معمعه بطوله جديده عايز يعمل فيها انجاز تاريخي وبطوله مهمه جدا على المستوى الفني وعلى المستوى الجماهيري وعلى المستوى الدولي. العالم كله هيتفرج على بطوله جديده بتتلعب في افريقيا، وحفل افتتاح البروفات شغاله فيه في تنزانيا بقى لها اسبوع، وهيحضرها نجوم الكره الاوروبيه والعالميه. فبالتاكيد الكلام اصل السوليه عنده عرض اماراتي، اصل الجهاز الفني شايف ان في 2-3 عندهم اصابات عضليه كتيره فعايز يمشيهم في يناير. بدري قوي يا جماعه والكلام ده غير صحيح. طيب حساب كوره بلس، الاهلي ينهي الاتفاق مع اسامه جلال وخطوه اخرى لحسم الصفقه مع بيراميدز. بصوا بقى كلمه خاص دي بتبقى كلمه قويه قوي. الاهلي انهى اتفاقه مع اسامه جلال على البنود الشخصيه ويستعد لتقديم عرضا لضمه من بيراميدز في الانتقالات الشتويه. اسامه جلال بيضغط بقوه على مسؤولي بيراميدز من اجل السماح له بالرحيل الى الاهلي في ظل ابتعاده عن المشاركه تحت قياده باتشيكو. اسامه جلال جدد عقده مع بيراميدز في وقت سابق لمده 3 مواسم. كل ده مصدر خاص في كوره بلس. انا مش هرد، انا هجيب حاجه صغيره قوي. اقروا كده السطر الثالث، اقروا السطر الثالث. اسامه جلال جدد عقده مع بيراميدز في وقت سابق لمده 3 مواسم. طب لعيب عايز ينتقل لنادي اخر، سيبوا يعني طلعوا الاهلي وبيراميدز من المعادله. لعيب مش مرتاح في نادي وعايز ينتقل لنادي تاني والنادي التاني عايز يضمه، هيروح يجدد 3 سنين؟ يعني لا تعليق. طيب حساب كره 11، من اجل العمل مبكرا الخطيب يجتمع بكولر لبحث احتياجات النادي الاهلي. عقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي جلسه مع مارسيل كولر. اولا كولر ما عملش اي جلسه، ثانيا الكابتن محمود الخطيب حاليا مش موجود في القاهره، مش موجود في مصر، ثالثا ما فيش اي اجتماعات. وده اللي باكده لحضراتكم ان المواقع كلها للاسف بتتكلم في تفاصيل ملهاش علاقه خالص بالواقع، بعيده تماما عن ان الاهلي بيستعد لبطوله كبيره. بدل ما الناس تتكلم على المباريات وجلسه الافتتاح وحضور ابرز الشخصيات العالميه والاجتماع اللي هيتعمل قبل المباراه ب 24 ساعه في احد الفنادق الكبرى في تنزانيا بحضور رئيس الفيفا مع الوفود المشاركه، محدش بيتكلم في التفاصيل دي. كله بيتكلم كولر عايز يمشي مين، مين عنده اصابه عضليه بيفكر يمشي، الاهلي بيفكر يجيب مين في يناير. هي الصحافه بتاعتنا للاسف والاعلام بتاعنا دايما بيقفل على نفسه بينحصر في الجزئيات دي، رغم ان الجزئيات دي في العالم كله محدش بيشتغل فيها على مدار السنه الا في شهرين، شهر يناير وشهر 6 و7 بس. لكن في مصر تلاقي ال 12 شهر كلها انتقالات وصفقات. طيب الوطن الرياضي اخيرا خبر متعلق بمباراه سيمبا، رساله خاصه من كولر الى نجوم الاهلي قبل مواجهه سيمبا في تنزانيا. الرساله معناها ان الاهلي لازم يرجع بنتيجه ايجابيه، اتكلم مع اللعيبه عن اهميه هذه البطوله وهي النسخه الاولى، ولازم نستعد ذهنيا بشكل جيد جدا لمباراه سيمبا. في نقطه مهمه جدا الجهاز الفني واخد باله منها اكيد، يعني الماتش مش هيتلعب بالنهار، وده اعتقد من سنوات طويله قوي الاهلي ما لعبش في تنزانيا بالليل. لاول مره الماتش ده هيتلعب بالليل مش الساعه 3، هيبقى الساعه 6 بتوقيت القاهره وفي حفل افتتاح، فالاجواء كلها هتبقى اجواء الاضواء الكاشفه. طبعا الاضواء الكاشفه هناك اتغيرت تماما، تركبت اضواء كاشفه فيها قوه واضاءه بشكل عالي جدا، ارضيه الملعب اشتغلوا عليها بشكل كبير جدا الفتره الاخيره، فالناس هتشوف ملعب دار السلام ملعب بنيامين مكابه بشكل مختلف شويه عن الشكل اللي كان موجود في دوري ابطال افريقيا. طب حساب كره 11، عضو في نادي سيمبا بيتكلم على مباراتهم مع الاهلي وقال طلبنا من اللاعبين ان يظهروا افضل او يظهروا افضل ما لديهم. عضو في مجلس اداره سيمبا اتكلم عن السبب وراء فشل ميكيسوني مع الاهلي وقال انهم بينتظروا ظهور افضل ليه
مع سيمبا امام الاهلي. ده اللي اتكلم عيسى مسعود، قال مباريات الاهلي مع سيمبا بتبقى مباريات حماسيه، هنا الناس بتنتظرها على حر من الجمر، التذاكر كلها اكيد نفذت وخلصت بالكامل في الايام اللي فاتت. لما اتسال ليه ميكيسوني فشل مع الاهلي قال ما عنديش تفاصيل، هو لم يقدم افضل مستوياته عكس ما كان موجود مع سيمبا، وممكن اسلوب اللعب والنجوم اللي موجوده في الاهلي ما تبقاش سبب او ما تبقاش يعني مديه مساحه ان ميكيسوني يظهر مع الاهلي. ميكيسوني مع الاهلي في نجوم كتير حواليه، هو في سيمبا هو نجم الفريق، فاعتقد ممكن الامور دي بتبقى سبب في نجاح لاعب وفشل لاعب. طب المصري الرياضي بيتكلم على تشكيل الاهلي المتوقع ضد سيمبا، وارد جدا تحصل اربع تغييرات على التشكيل. اولا بيتكلموا ان كولر بيفكر، وده على عهده المصري اليوم، بيفكر بالدفع بكهربا في مركز راس الحربه بدلا من اندوني مودست، بيفكر ان يشارك بمروان عطيه على حساب احمد نبيل كوكا اللي شارك في اخر مباراه، ممكن يلعب بمجدي قفشه بدلا من امام عاشور في بدايه المباراه، وكمان بيفكر في رضا سليم بدلا من حسين الشحات. مش عارف، مصر الرياضي يعني واخد ثقه كبيره جدا في التشكيل المتوقع، وبيطلع لعيبه مهمه جدا من التشكيله الاساسيه، يعني على الاقل يعني حسين الشحات ممكن ما يبداش، دي اعتقد صعبه جدا. عموما هننتظر ونشوف الماتش يوم الجمعه. اخر حاجه حساب في الجول بيتكلم ان في مصدر في الاهلي قال تجديد، ركزوا بقى معايا في الكلام ده لان ده اللي انا قلته من شويه، تجديد معلول وبيرسي تاو الثنائي من العناصر الاساسيه في الفريق، ودورهم مهم، ولكن الاولويه الان منصبه على مشاركه الاهلي في الدوري الافريقي. ده اللي انا قلته في اول الحلقه ولا لا؟ اهو حساب في الجول رجع لمصدر في الاهلي وساله في كلام كتير على تجديد عقد بيرسي تاو وعلي معلول، الكلام ايه؟ هل فعلا في جلسات؟ اترد وقال بكل بساطه وبكل صراحه، اي امور تعاقديه اخرى مؤجل الحديث فيها لحين الانتهاء من بطوله الدوري الافريقي. تمام، نكتفي بهذا القدر، ما نفتحش تاني ملف الصفقات والتعاقدات خلال الفتره اللي جايه. طيب نروح للترند المحلي. يلا كوره نقل تصريحات لمحمد غرابه مدير منتخب مصر، واللي اتكلم على محمد صلاح وقال محمد صلاح قائد ويشعر بالمسؤوليه ويستطيع تجميع اللاعبين، هو محترف لاقصى درجه ومتواضع مع الجميع، الهجوم على صلاح دائما ما يكون زائدا عن الحد، كما انه ليس في حاجه للاعلان عن تبرعاته لضحايا فلسطين، الموضوع في النهايه بالافعال وليس بالاقوال. ده سؤال او دي اجابه عن سؤال كان عن صلاح مع مدير المنتخب. طيب كمان مدير المنتخب اتكلم لكره بلس وقال خاطبنا منتخبات مجموعتنا في تصفيات كاس العالم لاستضافه مبارياتهم، احنا عندنا مباراه مع جيبوتي في اجنده نوفمبر، اول مباراه في تصفيات كاس العالم، مباراه في القاهره، المباراة الثانية مع سيراليون، سيراليون ملعبها غير معتمد. هل ممكن منتخبنا أو اتحاد الكرة يطلب من سيراليون يلعب في القاهرة؟ هنا محمد غرابة قال خاطبنا المنتخبات دي عشان تلعب في القاهرة، ولكن حتى هذه اللحظة محدش رد. كان في كلام تاني لعامر حسين عضو اتحاد الكرة إن ممكن جدا وارد إن سيراليون تلعب في المغرب. عموما ده هيتضح خلال الأسبوع المقبل، عشان مجموعتنا فيها منتخبات كتيرة ما بتلعبش على ملاعبها. جيبوتي، سيراليون، غينيا بيساو، اعتقد بوركينا ممكن، بس لغايه دلوقتي برضه لسه مش وارد. دي المنتخبات اللي ممكن تلعب مع مصر خارج ملعبها. ملعب القاهره 24 ومصدر فيتوريا يطلب وديتين قبل امم افريقيا، احداهما امام منتخب من التصنيف الاول. سالوا فيتوريا على الماتشات اللي ممكن تلعبها في استعدادا لكاس الامم. فيتوريا قال انا طلبت من حازم امام لعب مباراتين وديتين، اولا مباراه اولى مع فريق من التصنيف الاول، والمباراه الثانيه مع فريق من التصنيف الثاني او الثالث. طيب نروح لحساب كره 11 عامر حسين في تصريحات ليه بعد اول بعثه يراسها خلال الفتره الاخيره. قال اخر مباراه محليه ستكون يوم 2 يناير، اخر مباراه محليه في الدوري ستكون يوم 2 يناير قبل دخول المنتخب في معسكر استعدادا لكاس الامم 14 من الشهر ذاته. يعني المنتخب اول مباراه ليه هتكون يوم 14 يناير في كوت ديفوار، دي افتتاح مباريات منتخبنا في كاس الامم، فاخر مباراه محليه هتكون 2 يناير وفي 12 يوم استعداد لمنتخبنا قبل السفر الى ابيجان. طيب نروح لحساب بطولات بيتكلموا على حمدي فتحي، هو على فكره صاحب الهدفين في مباراه منتخبنا مع زامبيا والجزائر، هدف الفوز على زامبيا وهدف التقدم على الجزائر، لاعب خط وسط مدافع، صانع العاب، مهاجم. حمدي فتحي يسجل
أو سجل هدفين في آخر مباراتين مع منتخب مصر، لاعب الوقرة يؤدي جميع الأدوار بامتياز. طيب نروح لحساب المصري الرياضي. طبيب منتخب مصر بيكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه وعلي جبر. امبارح تريزيجيه تعرض للكدمة وتحامل على نفسه في الشوط الأول، وعلي جبر خرج بعد 15 دقيقة من الشوط الثاني نتيجة إصابة في العضلة الخلفية، والحمد لله محمد الشناوي لا يعاني من أي إصابة. امبارح كمان اتخضينا على عبد المنعم، ولكن الحمد لله كمل المباراة وكان كويس جدا. ملعب القاهرة 24 بيتكلم عن اتحاد الكرة بيبحث عن وديتين من أمريكا الجنوبية بعد طلب ميكالي استعدادا للألعاب الأولمبية. امبارح كان عنده مباراة مع أوزبكستان، كسب، عمل مباراة كويسة، وإن شاء الله منتخبنا الأولمبي أنا شايفه ماشي بهدوء وبيستعد بشكل كويس للدورة الأولمبية في باريس صيف 2024. فيتو 11 مليون جنيه كلمة السر، الدوري المصري بدون تحليل الكشف عن المنشطات. بيتكلموا هنا إن في مصادر مطلعة كشفت للحساب فيتو عن كواليس قضية غياب الكشف عن المنشطات في الدوري الممتاز التي لم تشهد اتخاذ أي إجراءات للكشف عن المنشطات عن اللاعبين. قالوا إن اتحاد الكرة عليه ديون للوكالة المصرية وصلت 11 مليون، الأمر اللي تسبب في غياب الوكالة عن القيام بدورها. الاتحاد لما سدد 1.4 مليون، ولكن لسه عليه ديون حوالي 11 مليون جنيه. طيب نروح بقى للمشاركات، وآخر حاجة معانا في الحلقة السؤال اللي طرحناه، توقعاتكم مين ممكن يكون طرفي مباراة نهائي النسخة الأولى من السوبر ليج؟ هبة بتقول توقعي يكون الأهلي والوداد المغربي، إن شاء الله الأهلي سيد إفريقيا يحصد البطولة في نسختها الأولى بإذن الله. طيب عمرو بيقول تحياتي لحضرتك، أتوقع طرفي النهائي الأهلي والوداد، وإن شاء الله الأهلي يفوز 3-0 في المباراتين الذهاب والإياب في النسخة الأولى، والأهلي يفرح جمهوره إن شاء الله. طيب أحمد الجوهري، الأهلي والوداد بعون الله رغم الصعوبات، ولكن هذان الفريقان هما الأوفر حظا للنهائي. آخر التوقعات كلها أو كل التوقعات كلها بتقول الأهلي والوداد. أيضا كمان سامي بيقول تحياتي لحضراتكم، أتوقع الطرفين النهائي الأهلي والوداد، وإن شاء الله يكون الفوز للأهلي، أول بطولة دوري إفريقي. آخر واحدة معايا أستاذ سامح، طرف المباراة النهائية أهلي وداد، الكل يعيش الوهم والبطولة أهلاوية، نحتاج تركيز، روح الفانيلا الحمراء والجنرال توفيق، أهلاوي أنا والفخر لي. كل التوقعات اللي طلعت معايا كلها أهلي ووداد في المباراة النهائية للنسخة الأولى من الدوري الإفريقي. في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وغدا لقاء جديد عبر برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.